مساء الخير. النهارده موضوع شيق مع قسم الاسنان وقسم التجميل وعن الحالات اللي بتبادلها ما بيني وما بين دكتور كنان. دكتور كريم، كثير حالات بيجيني عندي على العياد بيعانوا من مشاكل اللي هو الابتسامه الثويه، نسميها الجم سمايل. طبعا في علاجات بنسويها بقسم الاسنان اللي هو قص اللثه بالليزر، ولكن في بعض الاحيان بيكون درجه الابتسامة الثاوية بيكون لها علاجات بطريقة أبسط، وهون بيجي دور البوتوكس والأستاتكس. صح، معظم المراجعين بيفكروا أن الحل الوحيد هو الفيلر عشان تكبر الشفايف فتختفي شكل اللثة، ولكن حقن البوتوكس في عضلات الابتسامة بيكون كافي بهذا، بتنزل اللثة، بتخلي الابتسامة أصغر، فبيختفي شكل اللثة وتبقى بس الابتسامة عادية ولكن أخف شوي. طبعا دكتور، هذا مو حل دائم، هذا حل كل يعني فتره 4-6-7-8 شهور على حسب الشخص، وبعدين ممكن بعد البوتوكس تزيدها بالفيلر وتكبر او تحلي تغير شكلها. طبعا كثير من المراجعين مبسوطين على هذه الحالات ومبسوطين على هذه النتائج. حل سريع، حل سريع وحل حلو. وفي كمان مشكله ثانيه اللي هي المرضى اللي بيعرضوا على الاسنان كثير اللي هو الكلينشينج والبروكسيزم، هذا بسبب دمار كثير كبير للاسنان، وكمان له حل مع قسم التجميل. انتوا بتشوفوا الاسنان انها طبعا فلات السيرفس، سطح السن بيكون صار محفوظ ممسوح كامل. صح. فانت بهذه الحالات، هاي طبعا السيفير كيسز، في بعض الحالات من اولها احنا بس نشوفها ودايجنوست ونكشف عنها، لازم نبدا العلاج اللي هو مع قسم التجميل عندكم اللي هو نمنع هذا بدل الاسنان، بنخفف قوه العضله، بيخف التشنج اللي في العضلات، بيخف الالم اللي في عضلات الرقبه، ما بيأثرش على الأكل أو المضغ، ولكن بيخفف الحمل على الأسنان، وأنت بتقدر تكمل شغلك في الأورال ريهابليتيشن وإعادة بوزيشن الفك والكلام. وهالحالات أهم شيء نلبس فيها واقي الأسنان مع علاج البوتوكس للمسيتر، لأن في ما شاء الله مراجعين مسيتر تكون قوية جدا. صح. يعني بس شوفوا بتكبر تفكر ساعات قوية بس ما بتخربش على حركة الأسنان، ولكن دور قسم الأسنان في تشخيص الحالة إن هي تحتاج البوتوكس بيكون طبعاً أكيد. الحل الأمثل للموضوع مش بس تجميل ولكن برضو it's a functional treatment. أكيد أكيد 100%. لينا أعداد تانية إن شاء الله. النهاردة كان موضوع خفيف، وإن شاء الله في حالات كثيرة بيكون فيها تبادل ما بين قسم الأسنان وقسم التجميل حنشرحها بعدين. شكراً، سلم على الكاميرا، شكراً على خير يا رب، مع السلامة.